لما بتشوفيها أميرة المسحرة اللي تفتكري إيه؟ يعني إيه اللي بيجي على ذاكرتك على طول؟ بفتكر أبويا، يعني بينتقل عندي الموضوع من أنه أنا مجرد مشاهدة عادية لأن أنا بنته بقى، فبيوحشني. أنا مش سهل عليا قوي أن أنا أتفرج عليه، يعني أسهل شوية أن أنا أسمعه، لكن مشاهدته بالنسبة لي شوية صعبة. وبفتكر رمضان بقى والحاجات الطقوس اللي كانت عندنا في بيتنا. تفرجيش عليها يعني؟ انا ما بتفرجش عليه عموما، يعني بتفرج طبعا لما بيوحشني قوي، بس هي مشاهدته بالنسبه لي انا بتبقى شويه فيها الم. طب تفتكر ليه رغم كل المحاولات اللي حصلت بعد كده العمل مسحراتي ما حدش قدر ينافسها؟ عامله زي اغنيه رمضان جانا بتاع عبد المطلب، ما حدش عرف ينافسها رغم كل الاغاني اتعملت. هكذا المسحراتي سيد مكاوي فؤاد حداد، ليه تفتكري؟ سر النجاح ايه؟ والبقاء والاستمرار؟ طب انا هرد على حاجتين، ليه ما حدش قدر ينافسها؟ لانه اللي كان بيعملها كان عايز ينافسها. ومفيش عمل بينجح وهو بداية منشأه الرغبة في طمس حاجة تانية. صحيح. ده مبدئيا. هي ليه نجحت بالشكل ده؟ لأنها صادقة. ولأنها حقيقية ولأنها بسيطة، شبه كل الجيل ده. يعني الجيل ده أنا عاصرته لحد فترة كويسة من عمري، وشفت فيهم قيم وحاجات. كانوا بيشتغلوا للفن، كانوا بيكتبوا عشان الكلام عايزين يقولوه بصدق ويطلعوا حاجة كويسة، كانوا بيشتغلوا كتير. فالحاجة الصادقة اللي طالعة من القلب وطالعة بغرض إن هو يبقى عمل متقن، مش ينجح أو يكسر الدنيا أو يطمس عمل تاني أو أي سبب آخر، لازم ينجح ويستمر.